حاولت أن أضع لها عنوانا فلم أجد، فاقترحت أن تكون بهذه الصورة، عنوان لا يحتاج إلى عنوان. أكتب هذا النص الذي أردت أن يكون له احتراما لذكرى الفقيد الراحل، وتقديرا لمكانتكم، وخوفا أن توقعني الشفاهية وذاكرة الشيخ في متاهة النسيان. أن تكتب عن محمد علوان في لحظات تأبينه، فإن عليك أن تستغرق في لحظات تأمل عميق لتستعيد فيها ماضي تلك الشخصية النادرة التي يقل أن تجد لها مثيلا. فقد قامت شخصيته بالنسبة لي على ثلاثة أضلاع: الجانب الذاتي المتصل ببعد علاقاته مع الآخرين، والبعد العملي، وأخيرا البعد الإبداعي. وهي أضلاع متكاملة، ولا يمكن أن يمكنها أن تنفصل عن بعضها. ووفقا لذلك، فأن تقدم شيئا في هذا اللقاء فعليك أن تكون مسلحا بمعرفته، قارئا لإبداعه، عارفا تفاصيل علاقاته مع الحركة الثقافية من حوله. هنا أحمد الله عز وجل على تصريفه الأمور التي منحتني فرصة الجلوس أمامكم للحديث عنه، وتلك التي قربتني منه أكثر في سنواته الأخيرة، مع أني كتبت عن إبداعه قبل أكثر من عقدين من الزمن، لكنها هذه الأمور بقدر هذا التصريف فإنها قد أسهمت في التعجيل بغيابه عنا، ومع ذلك فقد منحتنا الإيمان أو الإيمان بحضوره بيننا، ودعتنا إلى استحضار جوانب من سيرته المتألقة. يكتمل إيماني أنني لن أقدم جديداً عن علوان، فلو طلب من كل واحد في هذه القاعة أن يتحدث عنه لبادر بكل أريحية، ولأثر القاعة حديثاً مشوقاً عن سيرته المتناثرة بيننا كأشعة الشمس التي لا تحتاج إلى عناوين لتدلف إليها، حيث تصل إلى الجميع ويفيد منها الجمع.